الرحمن الرحيم نبدأ. مرحبا يا شباب، إعدادي هندسة جامعة الزقازيق، معاكم دكتور أحمد إبراهيم زكي، دكتور في قسم هندسة تشييد والمرافق بكلية الهندسة جامعة الزقازيق. هنبدأ مع بعض يا شباب مقدمة كده عن قسم هندسة تشييد والمرافق. قسم هندسة تشييد والمرافق يتكون من 3 تخصصات. أول تخصص عندنا هو إدارة مشروعات التشييد. إحنا عندنا أي مشروع، سواء كان المشروع ده عبارة عن إنشاء طريق، سواء المشروع ده عبارة عن إنشاء مدرسة، إنشاء مستشفى، بيتكون من تلات عناصر أساسية. مالك، سواء المالك ده كان وزارة التربية والتعليم بينشئ مدرسة، وزارة الصحة بتنشئ مستشفى، طريق بينشأ تبع وزارة النقل أو وزارة الإسكان، فأنا عندي فيه مالك. تاني حاجة عندنا اللي هيصمم المشروع ده، سواء اللي هيصمم الطريق او اللي هيصمم المستشفى، فده عندي ديزاينر. تالت عنصر عندنا مهم هو الكونتراكتور، اللي هو المقاول اللي هينفذ المشروع ده. فاحنا بندرس في اداره مشروعات التشييد اللي هي بتدرس عندنا في الكليه في ثالثه ورابعه مدني، بندرس ايه هو المالك، ايه هو المقاول، ايه هو المصمم، ايه دور كل واحد، ازاي بيرسي، ازاي بجهز المستندات بتاعة العطاء، ازاي المقاول بيقدر ان هو يقدر الكميات ويقدر يقدم ليه العطاء، وازاي بيرسي عليه العطاء عشان خاطر التنفيذ. فإدارة المشروع ككل هو ده اللي انت بتدرسه في تالتة ورابعة مدني في كورس اسمه إدارة مشروعات التشييد. تاني حاجة عندنا مهمة في القسم ألا وهي المساحة. طبعا مهندس مساحة ممكن يشتغل في أي مشروع، أي مشروع، سواء كان إنشاء مدرسة أو طريق، أو كان المشروع ده عبارة عن مستشفى، مدينة سكنية، بنحتاج إلى مهندس مساحة. مهندس المساحة ده اللي بيقدر يقول، اللي بيحول يقول والله أنا عندي الديزاينر ده بالشكل ده، مكانه فين على أرض الواقع، هو ده مهندس المساحة. فبندرسه هنا عندنا في الكلية في أولى مدني وفي تانية مدني، اللي هي مساحة مستوية ومساحة جيوديسي. تالت حاجة مهمة جدا عندنا ألا هي تخصص هندسة الطرق والمطارات، اللي احنا هنتكلم مع بعض فيه دلوقتي باستفاضة. احنا عندنا يا جماعة، احنا بنقول هندسة الطرق والمطارات، هو امتى بلجأ لإنشاء طريق جديد؟ أنا بلجأ ل إنشاء طريق جديد في حالة إن أنا يكون عندي فيه مشكلة في شبكة الطرق القائمة، زي مثلا ازدحام مرور أو حوادث. الحالة التانية اللي أنا بنشي فيها طريق جديد، إن أنا عندي إيه؟ في حالة عمل شبكة طرق جديدة لمدينة جديدة. طب يا دكتور، أنا عندي دلوقتي مشكلة في شبكة الطرق القائمة، طب ما أصلح الشبكة، ليه ألجأ لطريق جديد؟ فده ان انا محتاج ان انا اعمل محور جديد عشان خاطر يخفف في احجام المرور الموجود على المحاور الموجودة. طب انا امتى اللي انا اقول والله اعمل زياده في عدد الحلقات بتاعه الطريق، طرق القائمه في الشبكه، والله احجام المرور اللي هتمشي على الطريق دي كام، عشان خاطر ان انا فلازم ان انا ادرس ايه المشكله. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ فقال لي اول حاجه بجمع داتا. يبقى اول خطوه عندنا بجمع داتا. تجميع الداتا دي اللي هي عبارة عن ايه يا دكتور؟ قال له والله لو عندي شبكة نقل قائمة فيها مشكلة فلازم اجمع داتا عن الكلام ده. ازاي؟ ده انا عندي والله بقسم، لو انا عندي مدينة بالشكل ده فبقسم المدينة الى ايه يا جماعة؟ بقسمها الى مناطق بالشكل ده، زون، وبشوف والله الأنشطة اللي موجودة في الزون ده ايه؟ هل عدد المدارس الموجودة فيها؟ عدد المصانع الموجودة فيها؟ عدد السكان الموجودة فيها، الفئات بتاعة السكان دي شكلها عامل ازاي، مستويات الدخل، عدد الرحلات اللي بتطلع من المدينة دي للمدينة دي، عدد الرحلات اللي بيطلع من الزون ده للزون ده، عدد الرحلات اللي بيطلع من الزون ده للزون ده، عشان في النهاية أقول والله ده أنا هنشئ الطريق ده محتاج إن هو عرضه يزيد، لا الطريق ده محتاج إن أنا أخلي اتجاهه اتجاه بس وأخلي ده الاتجاه العكسي، لا ده أنا أعمل محور جديد، لازم أعمل محور جديد عشان خاطر إن أنا أحل المشاكل الموجودة. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ترانسبورتيشن انجينيرنج اللي انت بتدرسه في ثالثه مدني.
الغرض من هندسة النقل إن أنا أتنبأ بأحجام المرور الموجودة على الإيه؟ على المسارات المختلفة الموجودة في شبكة الطرق عندي، أو إن أنا أتنبأ بحجم المرور لطريق جديد أنا أنشئه. طيب أنا دلوقتي تنبأت خلاص بحجم المرور اللي هيمشي على الطريق ده. عن طريق إيه؟ عن طريق هندسة النقل. طيب إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده إن الديزاينر بيقدر يعمل تصميم هندسي للطريق، والتصميم الهندسي للطريق ده اللي هو تصميم كل شيء ظاهر على الطريق، وده بندرسه في سنة رابعة مثلا. إزاي يعني؟ يعني أنا بقول والله ده المكونات بتاعة الطريق اللي عندي، وعدد الحارات بتاعة الطريق ده كام؟ وعرضها كام؟ عرض الشولدر ده كام؟ طب ده الشولدر الأوتر الخارجي وده الشولدر الداخلي، عرضهم كام؟ طب الجزيرة دي عرضها كام؟ طب الاتجاه التاني الأبعاد بتاعته شكلها عامل إزاي؟ طب الهورزونتال كيرف ده هو تصميمه شكله عامل ازاي؟ طب لو انا عندي هنا منطقه جبليه اصمم الفيرتيكال كيرف ازاي؟ طب انا عندي المنطقه دي التقاطع اصممه ازاي؟ هو ده اللي هو الجيومتريك ديزاين اللي هو تصميم كل شيء ظاهر على الطريق، وده بندرسه في سنه رابعه مدني. اللي بندرسه برضه في سنه رابعه مدني هو الاستراكشر ديزاين للطريق، ان هو عباره عن ان الطريق ده عباره عن طبقات. الطبقة اللي هي التراب اللي هي قبل ما ينشأ الطريق ده كان فيه تراب اللي هو الصب جري، بعمل فوق منها طبقة من السن بسميها صب بيس، ثم طبقة من السن بسميها بيس، ثم طبقتين من الأسفلت بسميهم السيرفيس كورس. طيب سمك كل طبقة من الطبقات دي كام؟ مين اللي بحدده؟ بحدده بناء على ايه؟ بحدده على كورس اسمه استراكشر ديزاين اللي هو التصميم الإنشائي للطريق، وده بيتدرس فين؟ في سنة رابعة مدني. طيب انا صممت الطريق خلاص، عرفت دلوقتي والله احجام المرور الموجوده على الطريق ده في المستقبل اللي انا هصممه عليها عن طريق ترانسبورتيشن انجينيرنج، حددت التصميم كل شيء ظاهره على الطريق اللي هو جيومتريك ديزاين، صممت الطبقات بتاعه الطريق دي، يبقى كل شيء جاهز علشان ايه؟ عشان يتنفذ. طب علشان يتنفذ الطريق ده بعمل ايه؟ بروح والله العلم اللي انت بتدرسه في سنه ثالثه ورابعه مدني اللي هي اداره مشروعات التشييد، بشوف بقى والله ازاي ان انا احدد المستندات بتاعه العطا علشان خاطر انا كديزاينر للمقاول نطرح الكلام ده على المقاولين، والمقاولين بيقدروا التكلفه بتاعه كل بند من البنود بتاعه المشروع، بيجي لي كذا مقاول مكون مقدم، بدرس الكلام ده بختار الأقل سعر والأفضل جودة بقدر الإمكان من الناس المقدمة عندي. طيب بعد كده ده أنا دخلت في مرحلة الإيه الكونستراكشن بقى، أنا كمهندس طرق كمهندس تنفيذ طرق اللي إحنا بندرسه بقى في كورس في سنة تالتة مدني اللي هو خاص بإيه بقى؟ أنا إزاي إن أنا أنفذ الطريق ده؟ ايه هي المواد اللي انا بستخدمها في تنفيذ الطريق؟ ازاي اللي انا اتاكد من المواد دي ان هي صالحه للاستخدام في الطريق عندي ولا لا؟ فبعمل لها عمليه اختبارات كتير عشان خاطر اضبط الجوده بتاعه ايه الطريق عندي. طب انا نفذت الطريق خلاص وهمشي عليه العربيات خلاص. طيب عشان امشي العربيات لازم ان انا الماركنج دي لازم ان انا احطها على الطريق، تمام؟ لو انا عندي تقاطع ومتصمم ان هو يعمل اشارة مرور فده حاجة خاصة بالتشغيل، فلازم اكون انا فاهم الكلام ده عن طريق الترافيك انجينيرنج. يبقى الترافيك انجينيرنج ده خاصة بتصميم الماركينج، خاصة بتصميم لو في اشارات مرور، خاصة ب لو انا عندي في باركينج موجودة على الطريق اقدر ان انا اصممها عن طريق علم الترافيك انجينيرنج. يبقى الترافيك انجينيرنج ده خاص بالتشغيل بتاع الطريق. لو انا عندي بعد ما صممت الطريق ونفذته وشغلته لقيت ان انا عندي في مشاكل موجوده على الطريق، زي مشاكل ان هو في تاخيرات برضو لسه موجوده في احد التقاطعات، فانا بعمل الكلام ده عن طريق ايه الترافيك انجينيرنج، ازاي ان انا احسب الديلي تايم واحسب الليفل اوف سيرفيس للوصلات بتاعه الطريق والتقاطعات الموجوده على الطريق، بدرسها عن طريق الايه الترافيك انجينيرنج. طيب انا دلوقتي لو في اي مشكله بعد ما نفذت الطريق خاصه بالتشغيل فانا بروح لعلم اسمه علم هندسه المرور عن طريق الايه، لكن لو في حاجه خاصه بعد ما شغلت الطريق خاصه بي
البيفمنت بقى خاصة بيه، قطاع الرص، في عند شروخ موجودة، في عند راتين، في أي مشكلة موجودة في القطاع الإنشائي ده، فبخش لعلم تاني اسمه علم الصيانة اللي هو المينتيننس عندي، وده بندرسه في المشروع الطرق في سنة رابعة مدني. طيب بعد 20 سنة بقى من إنشاء الطريق ده، ده انا ظهر عندي فيه بقى مشاكل جامدة، مش على قد قطاع صغير في مشكلة، ده انا عندي فيه مشاكل اكبر، فبالتالي ان انا ايه بروح بقى اعمل نفس الخطوات، ان انا اجمع داتا عن الايه عن المدينة تاني من اول وجديد، عشان خاطر اتنبأ بحجم المرور بعد 20 سنة اخرين، وايه ادور في نفس الدائرة تاني. ده انت كمهندس طرق بتتنقل بين الحاجات دي، بين هندسة النقل علشان خاطر تتنبأ بحجم المرور في المستقبل، عشان خاطر ان انا اقدر اصمم الطريق تصميم جيومتري والعائد الحرارات الموجود على الطريق ده، وعادة بيكون فترة التصميم هي 20 سنة، وان انا بصمم الطريق ده انشائي، يعني احدد سمك الطبقات، وقلنا الجيومتريك والاستراكشر ديزاين ده بايه في سنه رابعه مدني في الترم الاول، لكن الترانسبورتيشن في سنه ثالثه مدني، ترانسبورتيشن والترافيك في سنه ثالثه مدني في الترم الاول الثاني. بعد كده في بيدخل علم إدارة مشروعات التشييد، عشان خاطر يرسى المشروع على المقاول، عشان خاطر إن هو يعمل له عملية تنفيذ. الراجل المقاول نفذ، باخد أنا كورس التنفيذ ده عندنا في تالتة مدني، في سنة تالتة مدني مقرر اختياري. بعد ما نفذت الطريق، فأنا عندي لو في مشاكل في التشغيل بتاع الطريق، في عندي تأخيرات موجودة، عاوز اصمم اشاره مرور عشان خاطر اتفادى هذه التاخيرات، عاوز اصمم علامات مروريه واحطها، واماكن وضع الاماكن العلامات المروريه الموجوده على الطريق، تقول والله السرعه على الطريق دي المفروض تبقى كام، عندي الماركينج بتاعه الطريق دي، ازاي اللي انا احسب الليفل اوف سيرفيس للطريق، يبقى اي حاجه خاصه بالتشغيل يبقى اخش في علم ايه هندسه المرور. طيب اي بعد ما نفذت الطريق، اي حاجه خاصه بالقطاع الانشائي اللي هو فيه شروخ موجوده في البيفمنت، في اي مشاكل موجوده عندي كقطاع انشائي في الماتيريال اللي انا منفذ بها الطريق، يبقى بدخل في علم اسمه علم ايه المينتيننس اللي هو الصيانه. بعد 20 سنه خلصوا، فبرجع تاني اجمع داتا ليه، عشان خاطر اتنبأ بحجم المرور في المستقبل بالترانسبورتيشن انجينيرنج، عشان خاطر ادور نفس الدائره. Thank you very much.